ايه مالكوا في ايه؟ اسمع كده وقول لنا رايك. الهروب عذاب يا داليا. عزة اخت رحيم، انا اللي كنت السبب في موتها. ايه؟ مفيش يا ستي. قال لي بحبك فسامحته. انت مالك، انت لسه صغيره على الاسئله دي. ايوه كده استريحتي. وانا كمان انا قلت له انا بحب. بقولك ايه، ذاكري كويس. انا هقول لبابا يجيبك لو ذاكرت كويس. يلا اعملي الهوم ورك. باي. هوم ورك؟ انت بتكلميني؟ دي رنيم. بتكلميها كده كانها واحده كبيره تحكي لها على كل حاجه. البنت دي بقت كانها حته من قلبي، بقيت بكلمها كل يوم ونقعد نحكي مع بعض. انا مش عارفه البنت دي عملت فيا ايه. انا بفكر اجيبها تعيش معانا. تعيش معانا؟ ايوه، عايزه ابعدها عن الجو اللي هي فيه، عايزاها تعيش في جو نظيف. ماما تتضايق لو جبتها؟ حبيبتي انا مش ممكن اتضايق من اي حاجه ممكن تساعدك. بس هو انت بقى ناويه تعيشي معايا كتير لسه؟ ماما انا ورحيم محتاجين وقت. اسمعي بقى، انا موضوع رحيم ده اتكلمت فيه كتير قوي، لكن انا هجيب لك اخر الكلام. مشوار الحياه طويل وصعب، لازم دايما يبقى في حد جنبنا عشان نقدر نستحمل المشوار. يعني مش لازم يبقى احسن حد في الدنيا، ولكن على الاقل لازم نبقى بنحبه. لو بتحبي رحيم استحملي معاه الطريق، ما تخافيش. مشكلتي الوحيده مع رحيم اللي انا بحبه، بس طريقه هو اللي يخوف. ما تخافيش، امشي ورا احساسك وقلبك. ما تخافيش. انتوا مين اللي بعت لكم التسجيل ده؟ هو ده كل اللي همك؟ مش فارق معاك اللي اتقال؟ انت من امتى وانت بتتكلم معايا بالطريقه دي؟ زياد معلوش لوم في اي كلمه يقولها بعد اللي سمعناه كلنا يا رحيم. كنت عارف يا رحيم ميداليا اللي كانت ورا قتل اختك. بصري بصري، ده انت ابني، بفهمك من نظره عينيك. رد عليا، كنت عارف ولا لا؟ يابا داليا ما قتلتش. يبقى كنت عارف. عارف مين اللي ورا قتل اختك وساكت. ومش بس ساكت، ده انت كنت عاوز تتجوزها كمان. يا خساره، أنا مش مصدق. أنت رحيم ابني، أنت ابني اللي أنا خلفته وربيته. أنت أو ابني نسيت أختك يا رحيم؟ اللي بلغ الحكومة ما كانش عايز حد يموت. كده بقى، يبقى نسيت أختك يا رحيم. وإذا كنت أنت نسيتها، أنا مش هقدر أنسى بنتي ولا أقدر أنسى حفيدي اللي يتيتم من أبوه وأمه بسببها. أنا طاري مع البنت دي يا رحيم وهاخده منها. محدش هيلمس شعرة من داليا طول ما أنا عايش. بتقول إيه؟ أنت بتتحداني يا رحيم؟ هتقف قصادي عشان تحمي اللي قتلت أختك؟ يابا داليا ما قتلتش. دي كانت غلطة. واللي بعت التسجيل ده قصد إن هو يفرقنا، وده اللي لازم نفهمه ونقف قصاده. أناني. هتفضل طول عمرك أناني. زياد! فوق لروحك. انت بتتكلم مع خالك. انت اللي لازم تفوق يا رحيم، انت اللي لازم تفوق وتحس بالنار اللي قايده فينا كلنا. عارف يعني ايه اسمع بوداني ان في حد قتل اخويا؟ بلاش انا، زياد. عارف يعني ايه اسمع ان في حد قتل ابوه وامه؟ عارف ولا مش عارف؟ ترى ابويا وامي هاخده من اي حد، حتى لو كان مين. والله كبرت يا زياد. واول ما عروقك نفرت واتشدت، اتشدت عليا انا. مش كنت بتقول عليا بلطجي ورد سجون ومقضيها بدراعي؟ ايه دلوقتي عايز تبقى زيي؟ زياد مش زيك ولا عمره هيبقى زيك. زياد احسن وانضف منك بكتير، اوعى تبقى زيه. خلاص بقيتوا كلكم ملايكه، ورحيم بقى هو الشيطان. قاعدين تحاسبوني دلوقتي؟ محدش فيكم غلط غلطه واحده في حياته. مين اليوم اللي صوتك عالي فيه على ابوك يا رحيم؟ وتعلمه ازاي يتعامل مع اللي قتل بنته. ما تقولش كده يا حاج. اوعى سيب ايدي.
سيبيني. انت اللي بتختار رحيم. ايوه انت اللي بتختار. وهي بدأت بحلمها خاف بقى على الباقي. تيجي انا اوصلك. هتوصلني فين؟ هو انت عارف انا رايحه فين اصلا؟ مروحه البيت. لا امال رايحه فين طيب؟ مالكش دعوه. وبعدين مش كل يومين تيجي تنطلي. طب لما انت عارفه ان انا بنطلك بتيجي هنا ليه؟ مالكش دعوه. طب هقابلك هنا تاني بكره. تذكري يا بيبي. تفتكر ليه ربنا خلاني ارجع مصر في الوقت ده تحديدا؟ عارف ليه؟ علشان لو ما كنت سمعت وشفت بعيني اللي حصل ما كنتش هصدق. مش كل اللي بتسمعيه وتشوفيه هو الحقيقه. ياه تحبها قوي كده لسه بعد ده كله بتدافع عنها؟ كلنا بنغلط واحنا بس اللي لازم نتحمل ثمن الغلط ده، لكن انت لا. محدش دفع تمن من عمره قدي. رحيم انت دخلت السجن عشان كان لازم تدخله من زمان. يبقى خلاص محدش له حاجه عندي. رحاب انا لازم امشي. ما تسافرش يا زياد ما تسافرش. طب هقولك على حاجه، سافر شويه وارجع لي تاني. ارجع لي تاني يا زياد. رحاب انا هبقى اطمن عليكي، سيبيني اسافر. واهون عليك؟ اهون عليك تسيبني؟ ابوس ايدك ما تسيبنيش. ابوس ايدك. ما تهونيش يا رحاب، بس انت كمان لازم تمشي. ليه؟ ليه بتقول كده؟ يعني انت مش عارفه؟ فرح انا جاهز. جاهز ايه؟ لا رحيم ما تسيبهوش يمشي يا رحيم عشان خاطري. يا الحقوني يا ولاد. الحاج بدر ما بيردش عليا. برضه ما ردش. رحيم عمره ما عمل معايا كده. يمكن مشغول ولا حاجه، بعد شويه هيرد عليكي. برضه لما يكون مشغول بيرد عليا في حاجه انا مش مطمنه لها. طب يمكن يمكن ايه يا ماما؟ يمكن لما فكر مش قادر يسامحك. يمكن، بس مش رحيم. رحيم لما بيقول حاجه بيكون قصدها. في حاجه تانية. ما تنسيش ان اللي ماتت دي تبقى اخته، وانا خايفه عليك يا داليا. رحيم في يوم من الايام ممكن ما يقدرش فعلا يسامحك. تفتكري؟ أنا من رأيي بقى ما تكلميهوش خالص، واستني لما هو يرجع يكلمك تاني. ساعتها هتعرفي إذا كان باقي عليكي ولا لأ. الحمد لله جدك أحسن بكتير. هي فرح مشيت على طول ليه؟ ما بقتش تطيق تقعد في مكان فيه رحيم. رحيم رحيم رحيم. كل المشاكل اللي احنا فيها بسبب رحيم. انت بتحبي سيد صح؟ بتحبيه. عارفه ايه المشكلة اللي ما بينك وما بينه؟ رحيم. المشكلة اللي ما بيني وما بين الناخد الطرب ويا وامي رحيم. والمشكله اللي ما بيني وما بين البنت اللي بحبها رحيم. رحيم ملوش ذنب في كل ده. امال مين اللي اعتدى على ريم؟ ها ردي. احنا مش عارفين يا زياد. لو دافعتي عنه تاني هتقلي في نظري انت كمان، فاهمه؟ انا اقل في نظرك؟ انا يا زياد؟ سامحيني، أنا مش مظبوط خالص اليومين دول. أنا عمري ما زعل منك أبدا. أنت ما تعرفش أنت إيه بالنسبة لي. رحاب أنا حاسس إن أنا بتغير. حاسس إن أنا هبقى بني آدم تاني. أنا بقيت أكره كل الناس اللي قريبين مني. أنا لازم أمشي. لازم أبعد عن هنا. أنا هسافر يا رحاب.
هسافر قبل ما ببقى بني ادم تاني انت ما تحبيش تشوفيه.